بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، السادة الوزراء والزملاء والحضور الكرام، اسمح لي فندم أستعرض مع حضراتكم رحلة مصر واستكمل اللي قاله دولة رئيس الوزراء عن التحديات اللي كانت موجودة، ونستعرض مع بعض يمكن عشان الناس كلها تبقى عارفة إيه اللي حصل. مصر عملت ايه في التعليم في اخر 6 سنين بعد التحديات اللي شفناها، العمل الهائل اللي تم سواء في التعليم قبل الجامعي او التعليم العالي، واللي على التصنيف بتاعنا زي ما دولة رئيس الوزراء عرض، وازاي عاوزين نعد اجيال قادرة على المنافسة زي ما حضرتك امرتنا. بس عاوز اكمل على كلام الدكتور مصطفى. احنا بنينا في ال6 سنين اللي فاتوا فقط 75,000 فصل بتكلفة 24 مليار جنيه، ولكن العجز اللي كنا مفروض نحله 73 ما تلمسوش، لان 75 اللي اتبنوا كلهم راحوا في الزيادة السكانية. نحن بالكاد واقفين مكاننا بعد كل الصرف ده، بس عشان تبقى يعني الناس معانا عارفه احنا هنا هنركز على عملنا ايه في جوده التعليم نفسه. يمكن البذره اتحطت في اغسطس 14 لما حضرتك شكلت المجالس التخصصيه دي، كانت بيتم فيها تبادل الافكار هنعمل ايه في التعليم وفي البحث العلمي وفي الاقتصاد وفي تنميه المجتمع. الحوار ابتدى منذ هذا التاريخ وانعكس في نفس العام في ديسمبر لما السيد الرئيس اطلق رؤية مصر في ديسمبر 14 في عيد العلم، ان احنا من التاريخ ده كنا عاوزين مجتمع مصري، فكرة بناء الانسان اللي بيتعلم، القادر على التعلم، اللي بيفكر وفي الاخر هيبتكر ويعمل البحث العلمي في الجامعات اللي بيبنيها الدكتور خالد. طبعا اول حاجة استثمرنا فيها كانت المحتوى. الرؤية دي كانت موجودة بدري، كانت في يناير 15 السيد الرئيس ادانا الضوء الاخضر عشان نتفاوض مع بيوت الخبرة في العالم كله عشان نجيب لمصر اللي محمد علي بعت المصريين يتعلموا بره، لا احنا هنجيبوا المصريين كلهم مش لفئة منهم. وفي مارس لديسمبر حصلت مفاوضات كثيرة جدا ادت الى اطلاق البنك ده في يناير 16. يعني احنا دلوقتي في 5 سنة له، وهنشوف ازاي الاستثمار ده نفعنا جدا بعد كده سواء في التعليم قبل الجامعي او الجامعي. في ابريل 16 بعد ما وقفنا على رجلينا شوية في المحتوى، ابتدينا نفكر في حاجة. احنا عاوزين مصر تعلى في التصنيفات، عاوزين تعليم جديد تماما وسميناه تعليم نسخة 2. قلنا الكلام ده في مؤتمر كان عامله البنك الدولي في القاهرة، الكلام ده كان في ابريل 16، ورجعنا اتكلمنا على الحلم ده كنا مسمينه الحلم في اكتوبر 16 في مؤتمر الشباب الاولاني في شرم الشيخ. بعدها على طول يعني شرفت بالتواجد في الوزارة، والرئيس السيد الرئيس كلفنا بالانطلاق في كذا محور عشان كل ناس تبقى معانا. احنا من هذا التاريخ اللي كنا بنتكلم فيه من اول 2014 هنا ابتدت نقطة انطلاقه على 6 محاور متوازية. كنا بنحاول نبني نظام جديد تماما بدءا من رياض الاطفال، نستبدل بيه اللي كان موجود، وفي نفس الوقت نعدل النظام الموجود ده اللي هو تغيير نظام التقييم اللي بيحصل في ثانوي. كنا عاوزين نهتم بذوي الاحتياجات الخاصة، نستورد او نتعلم من التجربة اليابانية عن طريق المدارس والجامعات اليابانية، نهتم بالتعليم الفني. عشان كده عملنا حاجة جديدة اللي هي التكنولوجيا التطبيقية، وطبعا الاهتمام بحل مشكلة الكثافات عن طريق الأبنية التعليمية. كل ده حصل بالتوازي في زمن قصير جدا من اول 17، بس بسرعة جدا من غير تفاصيل. احاول اقول لحضراتكم التعليم الجديد لسه في ناس مش عارفة لو كانوش ولادهم صغيرين ان مصر استثمارها نمرة واحد هو انها بتغير جلدها، بتغير تماما. احنا عاوزين طبعا نتيح التعليم للجميع، تعليم مجاني بجودة عالية تضارع الدول الاخرى. ابتدينا نجيب ورقة بيضة ونرسم عليها اطار عام للمناهج، بنينا عليه كتب جديدة. الكتب الجديدة دي حاليا موجودة في مدارسنا من KG1 لحد تانية ابتدائي. دفعة دي طالعة تالتة ابتدائي في سبتمبر هتبقى على النظام الجديد.
ده الدفعة دي الجيل ده الاهتمام بيه مركز على المتعلم نفسه، تعليم مش من اجل الامتحانات. الولاد دول ما عندهمش امتحانات لحد رابعة ابتدائي، فهم متعودين على نظام تاني، المدرسين بتوعهم متدربين تدريب تاني، المهارات اللي بنحاول نديها لهم كل كتبهم بتحاول تعلمهم الحاجات اللي في الشكل ده، حتى الاحترام، التنوع والتعاطف والتواصل وإدارة الذات، تقبل الآخر والإبداع، كل ده مبني في كل درس في كل مادة. المناهج اللي شغالين بيها معمولة مع مؤسسات دولية كبيرة جدا حول العالم، وطبقناه في 2018 يعني في سنة كنا قدرنا نحطه على الأرض في كي جي 1 وكي جي 2 وأولى ابتدائي. النهاردة وإحنا بنتكلم إحنا داخلين على تالتة ابتدائي، عدد الطلبة اللي بيدرسوا بالنظام الجديد أكتر من 8 مليون، 8 مليون وكسور، ده عدد كبير جدا، كلهم الجيل ده الجيل مختلف. وزي ما السيد الرئيس قال بالظبط، إحنا هنبتدي نشوف ثمرة ده، لان في رابعه ابتدائي الدفعه دي لما توصل رابعه في الامتحان الدولي بتاع الاو اي سي دي اللي هنعرف بقى مستواهم جنب الدول التانية. لازم كنا نستناهم لما يوصلوا سنه رابعه، هو ده السن اللي بيقيسوا فيه، بيقارنوهم بالدول التانية. فاحنا قربنا جدا. الكتب دي هي كتب مصر في المدارس الحكوميه موجوده باللغه العربيه والانجليزيه والفرنسيه. بس هنا في تعليقين مهمين. دي اول مره مصر تمتلك كتبها، الملكية الفكرية دي بتاعتنا، كتب صحيح اتعملت بخبرات دولية بس احنا نملك الملكية الفكرية بتاعت الكتب دي. الحاجة التانية الاهم في نظري اللي عمل ده مركز اسمه مركز تطوير المناهج في وزارة التربية والتعليم، اللي استوردنا فيه الخبرات الاجنبية بس علمناها للناس بتوعنا. فاحنا عندنا مركز نفخر بيه جدا، ورا كل كتاب في دول معمولين لحد دلوقتي. بنسابق الزمن عشان نعمل من رابعة لستة ابتدائي، على اخر او نص التاني من 2021 هيكون عندنا مناهج من كي جي 1 لحد ستة ابتدائي. المعلم طبعا دربناه تدريب كبير جدا علشان يستطيع يعمل ده. ومناسبة ان احنا النهاردة بنفتتح طبعا الجامعة المصرية اليابانية، التعاون بيننا وبين التعليم العالي الحقيقة في كل المراحل، لان المخرجات بتاعتنا هي اللي داخلة عن التعليم العالي. فمثلا المدارس اليابانية احنا مع التعاون مع جايكا طبعا، وتطبيقا لتكليف السيد الرئيس، احنا اشتغلنا على 45 مدرسة، 41 منهم شغالين، في 2 هيزيدوا عليهم السنة دي، يبقوا 43، وفي 9 جايين وراهم في المرحلة اللي وراهم على طول يمكن على يناير. المدارس دي الحقيقة عليها اقبال كبير جدا. وأول مرحلة كنا شغلنا 35، هذا العدد في العام الدراسي الجديد 43 بالضبط هيكونوا شغالين، ومش قادرين من كتر الطلبات نستوعب اللي الناس عاوزاه، فبنحاول نبني أكتر. طبعا الشيء المهم كمان بعثات المعلمين اللي بتتدرب في اليابان، وده حاجة تانية بنتعاون فيها مع التعليم العالي عن طريق المكتب الثقافي بتاعنا في اليابان. في حوالي 800 معلم راحوا بيقضوا هناك 3 أسابيع، فده استثمار كبير جدا. موضوع التعلم الرقمي احنا استثمرنا فيه من أول 2017 بأن احنا ابتدينا نضخ جوه بنك المعرفة من الشركات الكبرى مناهج ما كانتش موجودة في بنك المعرفة، ابتدينا نضخها في 2017 من بريتانيكا، من بيرسون، من نهضة مصر، من حاجات كتيرة جدا باللغة العربية والإنجليزية عشان نعدد مصادر التعلم. كنا بنبني ده مع تدريب الأخصائيين التكنولوجيين. رحنا في ثانوي عملنا بنية تحتية. الحقيقة النهاردة في سبتمبر الجاي هيكون في ايدين الولاد 1.8 مليون جهاز تابلت، ويبقى فيه في فصولنا في مدارسنا الحكومية 36,000 شاشة، احدث انواع الشاشات، وركب الفايبر في 2425 مدرسة. الثلاث سنين المرحلة الثانوية ممكن بالكامل هتكون رقمية، والسنة دي أول سنة في مصر ما نطبعش كتاب ورقي واحد في المرحلة الثانوية، هتبقى كلها رقمية.
عشان كده بنبني منصة إدارة تعلم لثانوي بالتحديد، دي بقالها 3 سنين ودلوقتي بنكملها عشان مش هيبقى فيه كتب، هتبقى هي المصدر الرئيسي. دي ثروة الدول اللي حوالينا بقت عاوزة تاخدها مننا دلوقتي لأنها مهمة جدا، خصوصا في ظل جائحة كورونا. الامتحانات الإلكترونية بقالنا 2 سنين طبعا رغم التشكيك والهجوم وكده، إنما بقى عندنا بنوك أسئلة، ودي هي الاستثمار الأكبر، بنوك أسئلة. هنا في مركز تاني احب اشكره، مركز القومي للامتحانات، زي ما في مركز مناهج احنا فخورين بيه، في مركز القومي للامتحانات هو اللي اتعلم من الاجانب نبني ده ازاي. وبقى عندنا بنوك اسئله الاولى وثانيه وثالثه ثانوي، دي اللي هنعتمد عليها في الامتحانات اللي جايه ان شاء الله. احنا في اي امتحان في المرحله الثانويه دلوقتي بنمتحن 1,800,000 طالب مع بعض في 7 أو 8 مواد، فهنا بنتكلم في ملايين من الامتحانات. احنا اثناء كورونا فقط امتحنا عملنا 10.5 مليون امتحان الكتروني وصلحناهم في فترة الكورونا فقط، فهنا خدنا خبرة كبيرة جدا على الارض ان شاء الله هنطبقها في الفترة الجاية. الفصول الذكية حل لمدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمعية والحل لمشكلة الكثافات بجانب البنى التقليدي طبعا. ذوي الاحتياجات الخاصة احنا اشتغلنا معهم كتير جدا، عملنا فصول متعددي الاعاقة وتدريب معلمين، فئة مهمة جدا. عملنا اطار مناهج للتربية الفكرية، زي ما في تعليم جديد للطلبة العاديين عملنا مخرجات تعلم جديدة للمكفوفين والصم ودليل للمعلمين لهذه الفئات. عدد الطلبة ذوي الاحتياجات في مدارس الدمج زاد من 70,000 ل 120,000 في آخر 2 سنين، ودربنا عشرات الألوف من المعلمين والأخصائيين، ودول مجموعة مهمة للغاية. طبعا حضرتك فندم كلفتنا في أكتوبر 18 ببناء مركز مجمع لذوي الاحتياجات الخاصة، والحقيقة أحب أشكر وزارة الداخلية كثيرا يعني ساعدونا نبني هذا المركز في خلال 6 شهور. مركز على 8,700 متر، مركز رائع الحقيقة، بيخدم 200 من ولادنا ومن أهاليهم ذوي الاحتياجات الخاصة. التكنولوجيا التطبيقية موضوع يهمنا جدا عشان نطلع منتج تعليم فني، ده بقى اللي بالتنسيق مع التعليم العالي يصب في الجامعات التكنولوجية. التعليم الفني هنا ده نموذج بيعتمد على شراكة ثلاثية علشان والمدارس دي الحقيقة عليها إقبال كتير جدا، دي شراكة مع الصناعة والقطاع الخاص وهيئات اعتماد دولية، فعملين مجموعات من المدارس دايما الوزارة قصادها شريك من الصناعة المصرية أو القطاع الخاص، وفي جهة اعتماد دولية. اشتغلنا مع مجموعة كبيرة جدا من رجال الصناعة في مصر، حاليا في 11 مدرسة في 30 تخصص وعليهم إقبال يمكن 20 ضعف القدرة بتاعتنا على الاستيعاب. بنبني اكتر، في 10 مدارس هتبني في الكام شهر الجايين. اشتغلنا طبعا مع الانتاج الحربي، مع ايران، مع ايجيبت جولد، مع هشام طلعت مصطفى، العربي، السويدي، اي بي ام، وي الاتصالات، تكنولوجيا الزراعة والري مع شركة الصالحية. كل واحدة من دول اهم حاجة فيها انه الجدية بتاعت التعليم وجدية المناهج وحصول معظم الطلبة على شغل قبل ما يتخرجوا، لان هم ال- 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 الشريك بتاعنا بيبقى عاوزهم، فبالتالي بياخدهم وبياخدوا مرتبات عالية جدا عند التخرج. يمكن الخبر يا فندم المهم نذكره هنا هو انه وقعنا في ألمانيا، وحضرتك كلفتنا في مؤتمر الشباب اللي كان في جامعة القاهرة سنة 2018 بالاهتمام بالتعليم الفني عن طريق إنشاء هيئة جودة عالمية، ده وقعنا في ألمانيا مع جيرد مولر، كان في أكتوبر 18 بالتعاون مع زملائي في مجلس الوزراء والتخطيط والقوى العاملة ووزارة العدل والتعاون الدولي، حطينا اللمسات إن هي المشروع قانون إنشاء هيئة الجودة اللي أعتقد يعرض على مجلس الوزراء بكرة إن شاء الله، فده حاجة تهمنا كلنا، تهمنا في التعليم قبل الجامعي والجامعي. الهيئة دي مهمة جدا علشان نعلى بالشكل
التعليم الفني في عيون الناس، نرفع دي هنا جودة المناهج نفسها، مش المؤسسة مش المبنى، المناهج والشهادة وجودة المعلمين اللي جوه المؤسسة، وهتبقى بالتعاون مع ألمانيا إن شاء الله. العام الدراسي اللي حصل فيه جائحة كورونا الحقيقة احنا استفدنا فيه من كل الاستثمار اللي كنت بعرضه على حضراتكم، لولا ما كناش قدرنا، مصر ما كانتش قدرت تقف على رجليها أثناء الجائحة دي. احنا طبعا الأطفال اللي هم لحد سنة تانية ابتدائي دول ما كانوش محتاجين امتحانات لطبيعة النظام بتاعهم، فقدروا يكملوا عادي. المنطقة اللي فيها أولى وتانية ثانوي كان معاهم تابلتس، فقدرنا نعمل لهم أونلاين إديوكيشن ببساطة، كان عندهم كل المحتوى وكل امتحانات. هنا طبقنا الامتحانات في البيوت، يعني قدروا يمتحنوا في بيوتهم وتتصلح وينجحوا. الثانوية العامة طبعا كانت ملحمة بقى، اشتركت فيها الدولة كلها علشان ننزل الولاد على الأرض ويمتحنوا، ومشيت بسلام. طبعا حضراتكم فاكرين في كل مرحلة من دول حجم التشكيك اللي كان سيادة الرئيس بيتكلم عليه والمقاومة الشديدة، ولكن ان احنا نعلم ولادنا من تالتة ابتدائي لحد الاعدادية يعني ايه بحث، ويعني ايه ريسيرش، ويعني ايه مرجع، وهنسلمهم بعد كده للدكتور خالد في الجامعة يستفيدوا من الجامعات الجديدة دي. فاحنا ابتدينا نعلمهم حاجات ما كانتش بتتعمل قبل كده، طريقة تقييم مختلفة، منصات كتير دخلوا عليها. يكفينا انه منصة ادمودو دي اطلقت وبعد اسبوعين واحنا قاعدين في البيت وفي حظر تجوال كان عليها 12 مليون طالب وحوالي مليون من اولياء الامور وصلوا لها، ومن جميع فئات المجتمع. فده كله حصل في الشهور بتاعت كورونا، بس استفاد مما سبق. اللي جاي اصعب، لان احنا الارقام اللي كان دكتور مصطفى بيقولها 23 مليون طالب وبالكثافات اللي كانت موصوفة، عندنا بقى جائحة كورونا، فعاوزين تباعد اجتماعي، يعني فصول فيها اكتر من 70 وعاوزين تباعد اجتماعي. دي مشكلة حسابيا صعبة جدا، بس لعله واحنا بنحل المشكله دي نقدر نحل جزء من مشكله الكثافه المزمنه من غير بحل غير تقليدي، يعني باستخدام مزيج من اعاده التنظيم بتاع الاوقات والمناهج واستخدام الجزء الرقمي شويه عشان نعوض الوقت اللي محتاجين نقعده جوه الفصل. فاحنا اتكلمنا في ده مش هشغل حضراتكم بيه قوي، بس عاوزكم تشوفوا الارقام بتاعت الولاد، حجم المشكله. يعني المنطقة اللي هي من كي جي 1 لتالتة ابتدائي بس فيها 8 مليون، ودول غالبا اللي عندهم الكثافات العالية جدا، هم دول. بعد كده من رابعة لستة ابتدائي 6 مليون، يعني لسه احنا في المرحلة الابتدائية. الاعدادي فيه 5 مليون وكسور، وبعدين الثانوي اللي هو كله ديجيتال دلوقتي بقى 1.8 تقريبا. يعني احنا هنوزعهم على الايام بشكل، يعني هنعمل تباديل وتوافيق، ومدين صلاحيات كبيره قوي على الارض المدير المدارس، بحيث الفصل المسافه بين اتنين ما تقلش عن متر ونص. فهنحاول نعمل كده، وقد ده يكون يدينا افكار لحل مشكله الكثافه بشكل مختلف. طب هيذاكروا منين؟ هنا احنا عارفين انه يا دكتور طارق لو سمحت اشرح اللي فات ده كويس. ما اقصدش كويس للناس اللي بتسمعنا، انت بتتكلم على نظام حضور مش كده؟ ايوه، مختلف عما كنا عليه. ايوه، وبالتالي لو سمحت نرجع للوحة اللي قبل دي. حضرتك هنا. ايوه. اللي هو اللي انتوا الطرح اللي انتوا عاملينه واللي احنا رحنا له غصب عننا مش كده؟ ايوه رحنا له عشان احنا نقدر نخش العام الدراسي الجديد في ظل الكورونا اللي لسه ما خلصتش. أيوة. واللي محتاجة مننا كلنا ان احنا ننتبه لها عشان نفضل محققين يعني الاستقرار اللي احنا حققناه في الموضوع دوت. فالكلام اللي الدكتور طارق بيقوله هنا بيتكلم على نسب حضور لفترات حضور مختلفة عما كنا عليه. بالظبط. انا بس عايز يعني نشرح ده. لا حاضر. هو الفكرة فندم انه مثلا نمسك يعني منطقة معينة زي المرحلة الابتدائي لحد تالتة ابتدائي، دول اطفال صغيرين، دول ليهم طبيعة خاصة، دول محتاجين المدرس اكتر من الاكبر عمرا مبدئيا، ودول ما عندهمش امتحانات فتقييمه كله بيحصل في الفصل، ودول اكثر فئة غير معرضة للاصابة بس هي ناقلة
زي ما معالي وزيرة الصحة شرحت لنا أنه بنتعاون كثيرا مع وزارة الصحة في الإجراءات المطلوبة هنا. في مدارس عندنا فترة واحدة وفي فترتين، فإحنا عاملين جداول يعني زي خلف خلاف بقى بينهم، وهندي ده كله ضوابط لمدير المدرسة. لسه مدير المدرسة هياخد الصورة دي وهيفصل جدول في مدرسته، لأن كل مدرسة فيها عدد مختلف من الفصول وفيها جغرافيا مختلفة وعدد مختلف، في مدارس ابتدائي بس، في مدارس ابتدائي وإعدادي، في مدارس كل الفصول، فهنا بتفرق. فكل مدرسة هتحط جدول متعمدة بستخدم الأيام مع الفراغات كلها مع جميع أيام الأسبوع، بحيث نوصل النتيجة اللي احنا عاوزينها، ان مفيش فصل هيزيد عدد الولاد فيه عن بين 15 و20، حتى زكاة الكثافة الأولانية 70، هنفرشهم على المساحات الموجودة والأيام. عشان كده واحنا بنعمل ده هنلاقي مثلا ان الإعدادي كله هيتقسم ثلاث مجموعات، كل مجموعة هتحضر يومين في مدارس الفترة الواحدة على سبيل المثال، هيبقى عندنا يا سبت وثلاث يا حد وأربع كده. الثانوي هيجي يومين في الأسبوع وده متغطي بالكامل. فكل دي نماذج مختلفة. عندنا بقى على الأرض 60,000 مدرسة، هيبقى فيه 60,000 جدول، والجدول قسمين، هياخدوا كتيب اليومين، لو أنا هحضر 3 أيام مثلا هيبقى فيه جدول الحصص التقليدي، وفي يومين بقى لسه في البيت ليهم جدول برضو. فبنقول لولي الأمر ابنك أو بنتك في البيت لازم يتفرج على التلفزيون الساعة كذا، يخش على المنصة دي يحل الواجب ده هناخده منه، يدخل على منصة إدمودو، في جدول للشغل في البيت، فده مش أجازة، مش هنسيبهم أجازة. ولسه هوري حضراتكم هنعمل إيه معهم في التربية الرياضية، لأن في أيام قاعدينها في البيت. يعني إذا كان وصل للناس كلها اللي الدكتور طارق بيقصده، إن اللي إحنا الحضور في المدارس هيتروح بين يومين لثلاث ايام فقط في الاسبوع، مش كده يا دكتور طارق؟ انا عايز اوصل المعنى ده والرساله دي بوضوح للمواطنين، للاسر، ان انتم هتجدوا نظام مختلف عما كنتم عليه. انتم كنتوا بتودوا الاولاد من السبت او من الحد للخميس، النهارده انت بتتكلم يا اما اربع ايام هنحضرهم، مش كده؟ او ثلاث ايام، وفي بعض المدارس هيبقى يومين بس، مش كده؟ بالظبط، ده اللي انا عايز الناس تبقى تستقبله وتبقى واضح بالنسبه لها ان هو معمول لاسباب كتير، منها السبب الرئيسي ان احنا لمجابهه جائحه كورونا. بالظبط، مش كده يا دكتور؟ بالظبط، ده اللي انا عايز اوصله لكم. يعني انتم ما تندهشوش، ما تستغربوش ان احنا بنقول ان الطفل او الطفلة هيحضر 3 ايام بس في بعض المدارس، ومدارس تانية هيحضر 4 ايام بس. ده الموضوع مرتبط بحجم المدرسة وحجم الطلبة اللي جواها، مش كده يا فندم؟ هو حيفظا عليهم يا فندم. انا بتكلم، عايز اقول لهم ده، عشان احنا لما قلنا تعالوا اتكلموا في اليوم بتاع الافتتاح عشان الرسالة توصل للناس بوضوح، لان مفيش افضل من اليوم ده ان احنا نبلغ بوضوح الحكايه. مزبوط. ونكمل شرح بعد كده في البرامج في الاعلام الموضوع ده بتفصيل اكتر عشان تصل لكل اسره الحكايه ماشيه ازاي. اتفضل. بالظبط يا فندم، هو هيحضروا بنفسهم عدد معين من ايام، المدرسه هتبلغهم بيها وهتبلغهم بالواجبات اللي المفروض يعملوها في الايام الاخرى او الانشطه الرياضيه اللي هنطلبها منهم، وهيتم تقييمها برضه. فيظل الاسبوع الدراسي نفس عدد الايام والساعات، احنا ما اختصرناش في المنهج ولا في اعمال السنه، وهناخد غياب في الايام اللي مطلوب يجوا فيها، وهناخد غياب في البيت على الحاجات الإلكترونية والحاجات اللي لازم تتعمل، لأنه لازم يلتزموا. فبس هيذاكروا إزاي بقى وهم مش في المدرسة؟ هنا هيأتي الاستثمار اللي اتعمل قبل كده. بقى عندنا الحقيقة حاجات وبنزود عليها. احنا المنطقة اللي لحد تالتة ابتدائي ما فيهاش مشكلة خالص، دي بتروح المدرسة وبتاخد التعليم مباشر. اللي في ثانوي عندهم ادوات رقمية كتيرة جدا. المنطقة اللي في الوسط اللي هي من رابعة لحد الاعدادية هي دي اللي فيها التحدي بالنسبة لنا، والمنطقة دي برضو فيها 12 مليون طالب، فيها عدد كبير، مش كلهم نضمن ان عندهم انترنت. وبالتالي احنا بنعمل مشروع قومي ضخم جدا على القنوات التعليمية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ومع نايل سات ومع حاجات كتير، هنحط يعني
إن شاء الله مناهج من رابعة ابتدائي للثانوية العامة، كل حصة في كل مادة هتكون على الهواء على مدار الأسبوع، وهتعمل لها إعادة وهتتحط على يوتيوب. كده هنسجل مكتبة مصرية لمناهجنا من رابعة ابتدائي للثانوية العامة على القنوات التعليمية لمن لا يستطيع الوصول إلى المنصات الرقمية. لو يقدر يشوف المنصات الرقمية هيلاقي بقى حاجات فوق ده كمان، هيلاقي حاجات كتيرة جدا من أول مكتبة الرقمية اللي طالعة من بنك المعرفة، دي فيها يعني كل المناهج من كي جي 1 لحد الثانوي. وبعدين هي يلاقي منصات جديدة، في منصة للكتب التفاعلية بتتبني، ومنصة للفيديوهات بتتبني على مستوى عالي جدا، ومنصة الفصول الافتراضية اللي هي إدمودو، وخدمة جديدة اسمها اسأل معلم، حاجة زي أوبر بس بدل ما أجيب تاكسي هجيب هسأل سؤال ومعلم هيرد علي أشرح لحضراتكم. فده كله هيتواجد، اللي ما عندوش ده هيقدر يخش قنوات تعليمية وهنديله جدول بكده. واحنا يعني يسعدنا يا فندم انه استجابة لتكليف حضرتك اديته لنا في مؤتمر سابق بان احنا نعمل كتاب للقيم واحترام الاخر، فاحنا بنقول لحضرتك كتاب جاهز وهيدرس من اكتوبر ان شاء الله. نفسي نشتغل على ان المدارس والمدرسين والطلبة يتعلموا ازاي يتعاملوا معانا صح، وندرس مادة احترام الاخر في المدارس والجامعات من اول لحظة. يا مهند احنا هنعملها فورا فورا. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. هو مهند يعني حاضر معنا النهارده علشان يبقى سعيد باللحظه ان الكتاب اللي هو كان نفسه فيه اتعمل. الكتاب ده يا فندم بيشرح قيم كتيره جدا بنفس الطريقه. بنفس الطريقة بتاعت المناهج الجديدة وهنمشي فيه إن شاء الله من سنة لسنة. بس يمكن بالمناسبة دي عاوز أقول إنه زي ما عندنا مهند وزي ما شفنا إبراهيم وزي ما شفنا شخصيات في نماذج في ولادنا يعني في الملايين اللي عندنا في تربية التعليم مشرفة للغاية، احنا بس اخترنا اتنين نحب نوريهم يعني لحضراتكم تشوفوهم. رايحين بقى عند دكتور خالد قريب، محمد و معنا محمد ورودينا اتفضلوا. محمد علي سعد، محمد رمضان، شاب جميل من مدرسة بشبيش الثانوية المشتركة الحكومية في محافظة الغربية، ورودينا من مدرسة النور والأمل في مصر الجديدة. يعني محمد الأول، محمد نعرف أنه دخل الثانوية العامة وهو يعاني من مشاكل صحية قاسية جدا، فسيبه بقى هو يقول لنا عمل إيه. تفضل يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الرئيس، أنا محمد علي، ربنا أكرمني بسرطان حد في الدم وأنا في تانية ثانوي، والحمد لله ما يأسش ولا استسلمت واتمسكت في أمر ربنا. الحمد لله ربنا أكرمني بمجموع 98.5% في الثانوية العامة، ودخلت كلية طب الأسنان برنامج مانشستر، والحمد لله قدرت أحقق حلم حياتي وقدرت أفرح والدتي، وإن شاء الله مكمل بإذن الله لعلى الأماكن. رودينا تفضل يا رودينا. أنا رودينا سعد، قابلت التحدي خلال الثانوية العامة، اتحديت نفسي والوقت وكمان مذاكرة، والحمد لله اجتهدت عشان اقدر اتغلب على كل العقبات سواء كانت مادية او معنوية، والحمد لله ربنا وفقني ان انا اوصل للمركز الاول على مستوى الجمهورية مكوفين، مجموع 97.5%. ان شاء الله دي يعني مش النهاية المشوار تفوقي، بالعكس دي بداية لطريق طويل، والخطوة الأولى فيه هتكون أنا إن شاء الله ألتحق بكلية إعلام جامعة القاهرة. في البداية أنا مبسوطة جدا أن أنا فرحت أهلي ومدرسيني اللي تعبوا معايا خلال السنة، مبسوطة أن أنا قدرت أوصل لهدفي، وإن شاء الله أتمنى أن أنا أكمل بنفس التفوق إن شاء الله. شكرا. أنا بهلك، استني يا رودينا بس استني شوي عشان نحييك، نخلي الناس كلها اللي قاعدة توجه لك التحية ليك يا محمد وليكي يا رودينا على التغلب على كل الظروف الصعبة والنجاح المتميز. ألف مبروك، الله يبارك ألف حضرتك. مبروك
والف مبروك، الف مبروك ليكي يا رودينا. وانا عايز اقول النموذج لمحمد ورودينا بيقول ايه، ان رغم كل التحديات لكن بالاراده والاصرار والجهد والثقه في النفس حققوا النتيجه دي. وفي غير منهم كتير نماذج يمكن ما تكونش موجوده معانا دلوقتي، ده بيدينا احنا الامل ان احنا رغم كل التحديات اللي عندنا هنقدر ننجح فيها ونتجاوزها. ايوه، فمبروك محمد، مبروك يا رودينا، وارجو ان احنا لو سمحتم نحييهم. انا مش عارف اقدم لكم ايه يا رودينا، نفسك في ايه تاني غير ال، انا بدات برودينا محمد عشان هي يعني فتاه يعني. اتفضلي، نفسك في ايه يا بابا؟ هو انا يعني ان شاء الله نفسي ان انا اكون صحفيه متميزه. انا الحمد لله بكتب مقالات وقصص قصيره من صغري، فنفسي ان انا استغل الموهبه دي في ان انا اخدم بلدي باني اعرض قضايا ومشكلات اسلط عليها الضوء. طبعا المجهودات ما شاء الله مبذوله، وطبعا حضرتك سيد الرئيس مشكور عليها، لكن انا يعني حابه ان انا يكون ليا دور بقى واقدر اساهم في اني اساعد الناس واساعد اي حد محتاج ان هو يتسلط الضوء عليه اكتر يعني. واحنا عايزين دورك ده، بس قولي لنا ايه اللي ممكن نعمله معاك دلوقتي 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 لو كنت مجهزه حاجه يعني. لا، هو انا يعني ان شاء الله هدفي هي كليه اعلام جامعه القاهره، دي هتنمي موهبتي اكتر يعني ان شاء الله. ان شاء الله. محمد، انا نظرا للظروف اللي عديت فيها بلدنا ما فيهاش مستشفى، واحنا عددنا اكتر من 200 مليون نسمه. 200 مليون 200 الف. طيب يا محمد، كان نفسي يتعمل مستشفى في البلد. والله احنا كلنا نفسنا نعمل مستشفى في كل حته يا محمد، وده مهم. شوف النقطه اللي احنا كنا بنتكلم فيها من شويه، والنهارده ابننا بيقول ايه يا دكتور مصطفى؟ انا مش بقول لدكتور مصطفى اعمل او ما تعملش، الدكتور مصطفى بيعمل اقصى ما يمكن يا محمد، لكن المطلوب في ظل ال، انا مش عايز اخلي اللحظه الجميله ديت يعني نتكلم فيها كتير، لكن حاضر حاضر لاجل خاطرك يا محمد. حاضر. ومتشكرين يا رودينا، ومتشكرين يا محمد، وربنا يديكم الصحه ويوفقكم، ونشوفكم دايما محققين ودايما قدام، وتدوا المثل الجميل لينا كلنا. شكرا جزيلا. شكرا. يعني يمكن فندم الموضوع السنه الجايه يعني محتاج الناس تلتف حواليه، هو التغيير اللي هيحصل في الثانويه العامه. هو تغيير مش مفاجئ اطلاقا، احنا ابتدينا النظام ده في 2018، فالدفعه اللي دخلت اولى ثانوي 2018 هي دي الدفعه اللي وصلت اخر الخط وجايه تمتحن حاليا ثانويه عامه. فالدفعه دي بقى لها سنتين بتمتحن الكترونيا، وبقى لها سنتين بتاخد نوع الاسئله الجديد، فهم اتمرنوا عليه. وراهم دفعه ثانيه ثانوي طبعا اللي في ظهرهم، ف ده مش جديد عليهم. يمكن الجديد اللي حضرتك ذكرته هو حاجتين، انه الامتحانات في العالم كله ما بتبقاش امتحان واحد بيدخل فيه مليون طالب، هو بيبقى امتحان على مستوى معين من الصعوبة عن طريق فكرة بنوك الأسئلة اللي احنا استثمرنا فيها. فاحنا هنعمل اربع نماذج امتحان من نفس المستوى في الصعوبة بالظبط من بنوك الأسئلة، مفيش أي عنصر بشري في تصميم الامتحان ده، كل ده الكمبيوتر هو اللي بيعمله بناء على تعليمات بتتحط له. الأسئلة اللي جوه الامتحانات دي كمان هتتغير ترتيبها، بحيث مفيش اتنين في مصر هيبقوا قاعدين جنب بعض معهم نفس الحاجة، ولكن يشتركوا في مستوى الصعوبة. ده علشان ما يبقاش في غش الكتروني، وطبعا ما فيش تسريب، لان ما فيش، الامتحان بيتعمل قبل ما بيطلع بثواني، فبالتالي ما فيش فكره التسريب ولا الورق ولا الطباعه ولا الكنترول ولا الحاجات دي خالص. فكره الفرص دي علشان عاوزين الولاد تتحرر من فكره ان ده حياه او موت، ان كل احلامهم ممكن تروح في امتحان واحد في ساعة في يوم غير موفق. حرام يبقى دي الحياة، وحرام يبقى ده فكرة الناس عن التعليم.
عاوزين نرجع لهم متعة التعليم ونشيل رهبة الامتحان. وفي أي لحظة أي حد عاوز ياخد فرصة تانية، عاوز اضطر يسيب المدرسة ويشتغل وعاوز يرجع تاني يكمل ويجتهد، نديله اللي هو عاوزه. فهنبتدي نحط فكرة انه زي ما كان في دور أول ودور تاني، مش هنسميه كده، نسميها فرص امتحان متكررة. حضرتك تقدر تخش في يونيا في مادة أو مادتين عاوز على مستوى المادة، عاوز تاخد فيه نمر أعلى تقدر تخش في الفرصة اللي وراها. طبعا ده بننسق بقى أنا والدكتور خالد هنتعامل مع ده إزاي في فكرة التنسيق، في تنسيق بيننا دايما. وده يمكن لحظة مهمة في مصر إن احنا نقضي على الثانوية العامة اللي لسنين يعني أعتقد في رأيي بوظت التعليم المصري بالكامل وحولته إلى صراع محموم على الدرجات بأي شكل وبلا أي مهارة إلا في عدد صغير من الطلبة الجادة يعني، إنما الغالبية كانت بتبحث عن نمرة فقط بأي شكل. وبالتالي ده بيتشاف في الجامعة طبعا وبيتعب الجامعات جدا إنها تعوض الفرق في المهارة المطلوب عشان يقدروا يبقوا مهندسين ودكاترة. فدي أعتقد حاجة إن شاء الله تبقى سنة مميزة للجيل ده، ونشوف مستواهم لما يطلعوا بقى عند الدكتور خالد وما يشتكيش الدكتور خالد من المجاميع العالية زي زمان ان شاء الله. يعني احنا شغالين يا فندم واحنا بنتكلم عشان نواجه جائحة كورونا، المنصة اللي معمولة لثانوي واللي هم سمعنا بالعربي وبالانجليزي هتغنيهم عن كل ما عداها وعن الكتب اللي مش هنطبعها، بس هنديها لهم رقمية وهنديها لهم تفاعلية في صورة اي بوكس. فبنعمل مكتبة للدروس كمان الالكترونية، فيديوهات عالية المستوى بيدرسوها معلمين افضل المعلمين المعتمدين في استوديوهات احنا بنشرف عليها، وهنعلمهم ازاي يحلوا نوع الاسئلة الجديد في المكتبة بتاعت وزارة التربية والتعليم. دي هتبقى للمرحلة الثانوية والشهادة الإعدادية. الإي بوكس دي منصة جديدة تماما، هنعمل كتب تفاعلية. احنا عندنا 172 كتاب اوريدي، حولنا منهم حوالي 80 النهاردة قبل ما العام الدراسي يبتدي في صورة انتراكتف او كتب تفاعلية، كتب المناهج المصرية كلها. ده مشروع بقى يعني طموح جدا، ان نفسنا فندم ان كل طالب في مصر مش بس بتوع الثانوي يكون يقدر يصل للمحتوى الرقمي او الانترنت، لو احنا عاوزين يعني موضوع مصر الرقمية يعني يغطي التعليم كله. لو كنا عاوزين ده لازم من رابعة ابتدائي لحد الاعدادية كل طالب من دول حوالي 12 مليون يبقى معاه جهاز. فاحنا في مشروع بنفكر فيه، بس يعني هنقول تفاصيله لما تكتمل، بحيث نعطي فرصة لكل طفل في مصر من رابعة ابتدائي الإعدادية يكون معاه جهاز بشكل أو آخر. مش الدولة هتجيبه وتديهوله كما في يعني بعض الإشاعات، لا، إنما هنحاول نجيبه بسعر مخفض جدا، الدولة تشترك في تخفيض سعره وتتيحه بدون فوائد بالتعاون مع شركات المحمول. هنلاقي حل، أفضل حل ممكن اتاحته لأولادنا من رابع. ليه؟ عشان يقدروا يستفيدوا من كل المنصات اللي احنا بنتكلم عليها دي، وما يبقاش في فرق بين اي طلاب وبعض. قنوات التعليمية ده المشروع الحالي اللي بنبنيه ليلة نهار، يعني عشان ولادنا في الايام اللي هيبقوا قاعدين في البيت هيبقى متاح ليهم المادة الدراسية على هذه القنوات. حضرتك برضو يعني دائما تشجعنا على موضوع اللياقة البدنية والتربية الرياضية، فاحنا بنتعاون مع وزارة الشباب بشدة ومع جهاز الرياضة في قوات مسلحة، علشان طبعا هنعمل الرياضة مادة نجاح ورسوب في سنوات النقل وعليها تقييم، والأنشطة الرياضية هتكون أساسية في الأيام اللي مش هيجوا فيها المدرسة. فدي حاجة بنوضبها دلوقتي بالتعاون مع الوزارتين في ضوء الأعداد اللي موجودة عندنا. يعني المعلمين فندم يعني مجموعة مهمة جدا، واعتقد انه زي ما دايما بنتكلم على القوات المسلحه والداخليه على انهم جناحي الامن في مصر، وطبعا الجيش الابيض اللي يعني الحقيقه عمل رائع اثناء جائحه كورونا، جيش الاطباء، في جيش ممكن اسميه جيش المعرفه او جيش المعلمين. اعتقد ان انا حابب اشكرهم على ما فعلوه اثناء جائحه كورونا والفتره اللي فاتت، وايه اللي قدامهم، لان هم طرف اصيل في كل ما هو قادم. فانا بس حابب اشكرهم واتمنى ان احنا نقدر نخلي السنه دي سنه جيده لهم يعني باذن الله، لان احنا من ناحيتنا
هنعمل كل المنصات دي وهنخلي بطريقة بنموذج اقتصادي يسمح للمعلم انه يبقى له نصيب في اي دخل يأتي من احد هذه المنصات، فكل اللي هيدرسوا معنا في المنصات هيبقى ليهم دخل اضافي، وكمان هنرجع مجموعات التقوية في المدارس علشان نقنن موضوع الدروس الخصوصية والناس اللي بتعمل في التعليم بلا اي مرجعية تربوية، ونحمي الولاد من مخاطر كورونا ومن مخاطر انهم يروحوا في اماكن احنا مش عارفين مين يمتلكها. فمجموعات التقوية هيبقى فيه قرار جديد هيبقى مجزي جدا للمعلمين عشان يعملوا داخل مدارسهم بشكل قانوني والولاد يتم الحفاظ عليها ونبقى عارفين اكاديميا هم بياخدوا ايه. فده هيبقى تغيير كبير جدا السنة دي. المجمل يعني في تفاصيل طبعا كتيرة جدا، انا بس عاوز اقول ان السنوات الدراسية المرة دي من رابعة ابتدائي للثانوية العامة بعد 6 سنين من الاستثمار بقى عندنا هذا العدد الهائل من المنصات، القنوات التعليمية، كل واحد في الاعمدة دي مشروع قومي لوحده، يعني القنوات التعليمية دي عشان نملاها بالدروس دي للسنوات دي ده عمل هائل الوزارة كلها تشتغل عليه. طبعا الليرنينج مانجمنت سيستم موجود في ثانوي بالكامل، ده استثمار 3 سنين. المكتبة الرقمية جاية من بنك المعرفة موجود فيها المناهج كلها بالكامل، دي مش كتب بي دي اف، يعني المكتبة الرقمية دي جواها مصادر تعلم كتير مش مجرد كتب نسخة من كتاب الحكومة، فيها حاجات فنية جدا. منصة البث المباشر زي منصات الافلام اللي الناس بتشترك فيها دي شغالة، الوزارة عاملاها ليلة وشغالة في الصيف كمان. مكتبة الدروس الالكترونية، الحاجة اللي جنبها نجمة برتقاني هتكون ليها تمن محدود، واي حاجة عليها علامة صح خضراء دي مجانية. فالدولة مقدمة مجانا كل ما هو مطلوب انه ياخد تعليم مميز. اللي عاوز خدمة اضافية اعلى من كده سواء كتاب تفاعلي عالي بدل ما يشتري كتاب خارجي او درس الكتروني بتاع الوزارة اللي على المنصة بتاعة الدروس الالكترونية، دول هيبقى ليهم تكلفة تمثل 20-30% مما كان يدفع في الدروس، بس هياخد حاجة معتمدة من الوزارة. ساعتها نقدر الدخل اللي الاهالي بيدفعوه في هذه الاشياء تؤخذ منه الضرائب في الدولة والمعلم ياخد نصيبه، الوزارة مش عاوزة حاجة، احنا هندي ده للمعلم وللمدارس نحسن البنية التحتية. فاسأل معلم دي برضو منصة جديدة، هو من 3 سنين أو 4 سنين كانت الصفحة دي فاضية، يعني ما كانش في حاجة في التعليم المصري غير كتاب الحكومة والفصل. فاللي موجود النهاردة برغم المقاومة لبناء كل واحدة من دول إلا أنه أصبح عندنا هذه الذخيرة من الأدوات، الأدوات متعددة جدا، وعشان كده قادرين نتعامل مع حاجة زي جائحة كورونا. فإحنا اهتمينا قوي باعتماد المواد بمجموعات تقوية بقنوات تعليمية بمصادر تعلم اللي كانت في الجدول، وبالتالي يبقى من المنطقي ان احنا ما نسمحش بالدروس الخصوصية اللي اكلت يعني اموال رهيبة من اولياء الامور ولم تؤدي الى تعلمهم على الاطلاق ولن تفيدهم في شيء من اول السنة دي، لان ملاش اي علاقة بالامتحانات اللي هتيجي في الثانوية العامة، حذرنا منها كتير بس اديناهم البدائل. ففي الحالة دي هنضطر نمنع موضوع الدروس الخصوصية بالكامل. في المفاجأة بقى الاخيرة ان احنا اتكلمنا مع حضرتك كان يوم 1 سبتمبر عن الدبلومة الامريكية، وكانت في ازمة رغم انها شهادة الحكومة المصرية مش هي المسؤولة عنها، ولكن ولادنا اللي فيها كان عندهم مشكلة، الامتحان الامريكي وقع في العالم كله اللي هو السات ما تعملش بسبب كورونا، حاولنا نلاقي لهم امتحان امريكي بديل ولقينا فعلا اللي هو امتحان الاي سي تي واتعمل في 11 و12 سبتمبر، بس علشان مصر ما تبقاش معرضة لأي قرار خارجي ونبقى أولادنا يعني تحت رحمة هذا، احنا عملنا نجحنا في الوزارة في 3 أسابيع الحقيقة نعمل امتحان جديد مسمينه الإيجيبشن سكولاستيك تيست أو EST، ده امتحان مصري 100% بيقيس درجة تحصيل طلاب الدبلومة الأمريكية، وهو بالتعاون مع التعليم العالي هيبقى
يسمح لهم بدخول الجامعات المصرية كما هيبقى في معادلة بين الاي اس تي والسات او الاي سي تي. فده خبر اعتقد مهم جدا لولادنا اللي في الدبلومة الامريكية، لان في مصر اكتر من 500 مدرسة. احنا ده خد من دولة الامارات 5 سنين علشان يبنوا امتحان زي ده. احنا في مركز قومي للامتحانات وفي الوزارة بجهود المصريين في الوزارة عملنا ده، وان شاء الله هنعلن في الايام الجاية هنعمله امتى، وغالبا هنعمل اول امتحان منه الكتروني لولادنا هنا قبل نهاية شهر سبتمبر باذن الله زي ما وعدنا. ف يعني امتالي كفاية علينا هذه التفاصيل. احنا بس السنة دي شايفينه رغم يعني ان دي حاجة غريبة ان الناس خايفة من كورونا، شايفينه عامل عودة للمدرسة. الولاد تحضر وتيجي المدرسة لمجموعات التقوية وما تطلعش من البيت لأي مكان آخر، مش محتاجين يروحوا مكان آخر، مش محتاجين يشتروا كتب خارجية ولا دروس. عام هنضبط فيه الجودة، وعام اللي احنا نفسنا نقدر فيه المعلم اللي يعني تعب كتير ومطلوب منه كتير، وان شاء الله نعرف نقدره في عام 2021. وشكرا لاستماعكم. طب انا بشكرك يا دكتور طارق، واسمح لي ان انا في تعليقي على العرض اللي حضرتك عرضته ده اقول ان في موضوعات محتاجه مننا كدوله مع المواطنين نشتغل عليها. يعني انتم اول نقطه عايز اقولها للدكتور طارق وللقطاع التعليم بالكامل، احنا بنشكركم على جهد خلال الاربع خمس سنين اللي فاتوا في بناء مناهج بتعتبر من افضل مناهج، مش هقول الافضل، من افضل مناهج التعليم في العالم. وده امر كان حلم بالنسبه لنا ان احنا يعني نقدر نوصل ونبقى عندنا منهج معتبر. كل الدنيا النهارده او الناس اللي هم المتخصصين في هذا الموضوع في العالم بيقدروا هذا الامر بشكل، بيقول لك المنهج او المناهج يا دكتور مصطفى اللي اتعملت في مصر ده تصنف تصنيف عالي جدا جدا. واحنا ما عملناش عشان نتصنف، احنا عملناها عشان نعمل جوده لتعليمنا اللي احنا بنقدمه. فانا بقول الكلام ده للناس عشان تبقى بتسمعه وتطمن على ان احنا المسار اللي اتحركنا فيه. ومش عايز اتكلم كتير على ان عملية التشكيك اللي صاحبت الاجراءات دي كانت كتير، وبرضو ممكن خلال المرحلة اللي جاية يا دكتور مصطفى نجد تشكيك، وده امر محتاج مننا ان احنا ننتبه له كويس. لكن اللي انا عايز اقوله هنا ايه، ان الدولة بذلت جهد كبير جدا في كل الموضوعات اللي بيتم طرحها دلوقتي او طرحت النهاردة، لكن عملية انجاح الجهد ده هو جهد مشترك بين الدولة وبين المواطنين. يعني النهاردة اللي تم طرحه ده ان ما كانش فيه الثقة من جانب الناس في اللي احنا عاملينه، عاملين حاجة عظيمة قوي قوي ويحاولوا ينجحوا الفكرة معانا، هيبقى ايد واحدة اللي بتسقف، ولا انا مش واخد بالي بالظبط؟ مظبوط. دي نقطة. النقطة التانية انا بس عايز اقول، بما ان احنا قلنا ان هيبقى في طلبة بتدرس في البيت، فده وضع مش يعني في اسر بتشتغل وكانت دايما مرتبة نفسها على ان هي موجودة وفي الشغل يعني، وبعدين وهم راجعين من شغلهم يجيبوا ابنهم او بنتهم او يستقبلوه لو كان في خلص مدرسته. دلوقتي هيبقى في يومين او ثلاثة الطالب ده قاعد في البيت. انا ممكن ما كنت شرحت الكلمة ديت، لكن احنا مش من طبعنا ان احنا نعمل كده. وبقول للدكتور مصطفى الموضوع ده محتاج يدرس مننا، هل نقدر نعمل للمرأة العاملة حاجة للموضوع ده؟ ندرسه، نقدر ندرسه ان احنا نقول ما احنا زي ما خفضنا الاعداد ديت اللي بتوصل للمدارس، ما احنا ممكن برضو في اطار ان احنا مخفضين الاعداد اللي بتبقى حاضرة في الشغل، ان احنا نقول الاولوية هنا هتبقى للسيدة اللي هي عندها اولاد في المدارس، عشان نبقى حققنا النقطة. النقطة الثالثة او النقطة اللي مرتبطة بالتواجد ده هو موضوع الرياضة اللي الدكتور طارق اتكلم فيه، وانا كنت اتكلمت فيه قبل كده وقلت لكم خلي بالكم، انا لو عقل هائل والجسم مش قوي في هيبقى ده مش نقطه ضعف، نقطه ضعف، لان احنا عايزين نستفيد والانسان يستفيد بقدراته لاكبر وقت ممكن. ده ما ينفعش ان يبقى عندي يعني انسان درجاته العلميه متميزه جدا جدا واللياقه الطبيه او الصحيه او البدنية اقل من كده. وده بالتالي نقطة برضو احنا بنحطها ان ولادنا
موجودين في البيت لمدة يومين أو ثلاثة، ده عبء إضافي على النقطة دي يا دكتور طارق. ولازم إحنا كأسر مسؤوليتنا تجاه أبنائنا. موضوع الرياضة ده موضوع مهم، وكنت أتمنى إن إحنا نبقى حاطين من ضمن، ما أعرفش ده كان موجود ولا لأ، في المنهج شوية أنشطة رياضية بشكل لطيف. ممكن قوي يعني الولد والبنت يشغلوه على الحاسب وعلى الكمبيوتر يعني، ويعملوه ويلعبوا مع، ويبقى فيها شوية يعني حاجة تشجع على الموضوع دوت عشان يلعبوا. يمكن الأسر كمان تعمل تستفيد من الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. موضوع الرياضة للولاد والبنات في جميع مراحل الحياة، وخاصة في الفترة بناء الجسم، ده أمر في منتهى الأهمية ناخده. يتبقى جزء أخير حقوله فيما يخص المعلمين. أنا كنت قلت وبقولت دايما أن المعلم والطبيب دول بيقوموا بأهم وأقدس مهمة هي الإنسان. المعلم بيصيغ ويعلم أولادنا وبناتنا، والصحة بيقوم بعملية الحماية لهذه الصحة عشان تستمر. وأنا عايز أقول أن احنا قلنا ان الاعفاء الضريئي للمدرسين يبقى 60%، وده هيتحقق من اول السنه دي. الكادر بتاع العلاوات بيزيد من 10% ل 12% يا دكتور طارق. ثم طبعا الحافز الاضافي احنا زودناه من 150 ل 375 جنيه. هل ده كفايه؟ لا، انا بقول لدكتور معيط ولدوله الرئيس من فضلكم ادرسوا الموضوع دوت دراسه، ان احنا تحسين احوال المعلمين خلال هذه المرحلة يعني خلال ويتعرض علينا هذا الموضوع وناخد فيه إجراء يا دكتور مصطفى، وناخد فيه إجراء. أنا بشكرك يا دكتور طارق. شكرا مرة ثانية. وطبعا متهيألي ممكن المصريين دلوقتي يبقوا راضيين عنك، يعني ممكن يبقوا راضيين عنك. شكرا جزيلا. شكرا.